السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عصام المحمدي الشهير بالناصح أمين. معانا النهاردة برنامج بيقيس قوة البروسيسور بتاع الكمبيوتر. لو أنت عايز تشتري فعلا كمبيوتر أو لابتوب أو أي جهاز لل 3 دايمنشن، لو عايز تعمل أي برامج تصميم، يبقى لازم يكون عندك البرنامج ده، لأن هيفيدك كتير جدا في معرفة قوة الجهاز. لأن الناس بتسأل كتير، الجهاز ده ينفع ولا ما ينفعش؟ أول حاجة بتفك الضغط عن البرنامج، أو هو البرنامج 220 ميجا. مجرد ما فكينا الضغط خلاص اكسبت اوكي، شكرا كده البرنامج اتسطب عندك. هتقول رن بس، هتسيبه يعمل ريندر للصوره اللي هو جايبها معاه بتنزل مع البرنامج. مجرد ما بتدوس على رن هنا بيقرا لك البروسيسور، وبيقرا لك كارت الشاشه، وبيقرا لك كل امكانيات الجهاز، وبيدي لك كمان قوه الايه الريندر بتاعتك من الارقام من تحت كده لحد فوق. كل دي ارقام هيبين لك قوة الجهاز بتاعك عبارة عن ايه. هتعمل run، هيبدأ يعمل الريندر. انا عندي هنا الجهاز بيقول لي عندك 24 ثريد، يعني بيعمل ريندر ب 24 مربع. هنشوف الكلام ده ازاي اثناء عمل الريندر. نشوف كده اهو، بدأ يعمل الريندر ب 24 مربع فعلا. بعد ما يخلص الريندر، الريندر بياخد حوالي دقيقة تقريبا. بعد ما يخلص الريندر هيبان معانا، هيكتب لك قوة الجهاز فين، او قوة البروسيسور بتاعك تقع في الرينج كام او عند كام. يبقى كده محدش هيسألني تاني هل الجهاز ده ينفع لبرامج التصميم الثلاثي ولا ما ينفعش. طبعا هو بيحدد لك هنا هو كور اي 7 ولا من جيل كام، وبيحدد لك البروسيسور نوعه ايه. يعني برنامج لا غنى عنه فعلا، وفي خمس دقائق في ثلاث دقائق بالظبط بتقدر تحدد قوة جهازك تنفع لل 3D programs ولا لا. يبقى كده خلصنا مشكلة الناس اللي بتسأل انا عايز اشتري جهاز، انا قدامي جهاز، انا مش عارف ايه. يبقى خد البرنامج دوت على فلاشة 220 ميجا، هتحط مجرد ما بتوصل الفلاشة بيتسطب البرنامج سهل جدا وسهل تنزيله. انا هسيب لك الرابط اسفل الفيديو عشان الناس اللي عايزه تنزله. ولو انت قاعد كده في بيتك وما عندكش اي مشكله وما عندكش اي حاجه خالص، نزل البرنامج، شوف قوه جهازك. لو انت ما عندكش فكره عن قوه جهازك ده بيقع في انهي فئه، مجرد ما بتنزل البرنامج بتقدر تعمل ران، بتشوف الريندر بتاعك خد وقت قد ايه، وفي نفس الوقت هو بيحدد لك البروسيسور بتاعك ايه. يبقى اي واحد كده وانت قاعد فاضي في 3 دقايق تقدر تستفيد من البرنامج. يا رب يعجبكم الفيديو، ولو عجبك ما تنساش لايك طبعا، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك معنا في القناة، وشير انت بقى الفيديو ده على قد ما تقدر عشان كل الناس تستفيد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده خلص الريندر اهوت، وقال لي البروسيسور بتاعك دي هعلم لي عليه العلامة، ده 2669 قوة الريندر بتاعي او قوة البروسيسور في عمل الريندر. يبقى انت دي الفئة متوسطة، ما اقدرش اقول لك ان ده الهاي توب او اللو، لكن احنا في النص، ده ورك ستيشن اللي انا شغال عليه. شكرا. ده الريندر بعد ما خلص اهو. ان اعجبكم الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة.